اهلا بكم جميعا، وخلونا نبتدي بان في مجموعه شباب عملوا سيشن غير عادي لفيروس كورونا وناقشوا قضيه مهمه جدا. يعني في شباب كتيره جدا بتكون في غنى عنها او ممكن تكون مش بتهتم بيها. علشان كده طبعا يعني برنامج اجزخانه ما كانش ينفع ان هو يعدي عليه نموذج هايل وموديل هايل بالشكل ده من غير ما يكون معانا في حلقه النهارده. فخلوني دلوقتي ارحب بضيوفي طبعا اللي معايا. اهلا بيك يا محمد، اهلا بيك يا حبيبه، اهلا بيك يا شروق. اهلا بيك. بداية بقى أنا عايزة كل واحد يعني يعرفني بنفسه. أوكي، أنا حبيبة أسامة. تمام. كلية تربية رياضية، بلعب تجديف وبمرن سباحة. تمام. بس ما شاء الله، يعني حلو جدا كمان إن يكون في شباب يعني في سن صغير وكده ويبتدي إن هو يعني يفكر في أفكار حلوة ويعمل سيشن، يعني بصراحة تحفة جدا زي اللي إحنا لسه شايفينه. ويا ريت لو الإعداد في القناة يبتدي إن هو ينزل صور السيشن. ويعرفني بيك يا محمد. الأستاذ محمد أبو المعارف هارون الصارف، المحامي، محافظة جنة، سانس حقوق أسيوط. فكرة السيشن اللي احنا اتعملت دي كانت فكرة هايلة مننا احنا، يعني بمشاركة شباب ان احنا قمنا بفكرة. كان معانا الإعداد كبير عبد الله، الكابتن عبد الله مصطفى كان صاحب الفكرة اللي احنا اشتغلنا عليها، وكان في معاه مجموعة فريق عمل من طلاب جامعات مصرية شباب، يعني حاجة محترمة جدا، قدموا عمل رائع. حتى يعني وصل بينا لمرحلة ان في ناس كتير اتكلمت عليه، خد فكره ان هو فكره توعيه بسيطه وسهله وحلوه، الشباب قدر يشارك بيها في المرحله اللي فاتت دي، وكان بتوعي الناس مرحله جديده جدا باذن الله. بس حلو جدا ان فعلا يكون عندكم افكار وان انتوا يعني اشتركتوا كلكم وطلعتوها. وكان في كمان ميك اب ارتست كانت معانا، اكيد طبعا كانت برضو يعني ابتدت ان هي ترسم رسومات وتعرض حاجات حلوه جدا. يا ريت لو الاعداد دي تمام. الصور معانا على الهوا اهي، دي صور السيشن اللي اتعمل. عايزاكم برضو تعرفوني بنفسكم، الصور معروضه معانا. قولوا لنا انتي دلوقتي شروق، عرفيني بنفسك يا شروق. اسمي شروق عبد الرحيم. تمام. كليه تربيه رياضيه. بشتغل في مجال التنظيم، سواء في الرياضه او بشكل عام. فكره السيشن، احنا لقينا ان التوعيه موجوده في كل حته بس بشكل تقيل شويه على المشاهد. فالموضوع يعني جه الكابتن عبد الله ولينا ان المفروض يبقى في حاجه تجذب المشاهد اكتر ويبقى فيها المحتوى التوعوي برضو، يعني بالظبط يكون في توعيه في نفس الوقت. بالظبط، وده فعلا اللي حصل. يعني برغم ان نفس الفكره بتوصل عن طريق اعلانات تاني او كلام باللغه العربيه الفصحى او كده، الا ان دي اتشدت اكتر لان الالوان او الفكره نفسها، الشخص عايز يفهم ايه المحتوى دوت، فبيبقى مجبر يفضل لغايه ما الفكره توصل بالظبط لحد ما يقدر ان هو يبتدي يوصل الفكره. طب وانتي كان دورك ايه في السيشن؟ هو من خلال ان انا في مجال التنظيم فكان دوري تنظيم اكتر، في اورجنايزيشن يعني في السيشن. بالظبط، مش مشاركه سواء تجسيد او رسم او كده، او رسم او لا حاجة. كان تنظيم للموضوع. لا بس اكيد كان دور عظيم طبعا. ان احنا شفنا طبعا الصور معانا دلوقتي على الشاشه، يعني بجد الحاجه تحفه جدا ان انت بتقدر ان انت توصل للمشاهد او للشباب رساله عن طريق فكره بسيطه جدا وظريفه جدا. عرفيني بقى بنفسك يا شروق. انا شروق اشرف حنفي، طالبه في التربيه الرياضيه الفرقه الثالثه، لاعبه شراع وبطله تنس سابقه. احنا حبينا ان احنا نوصل بس الموضوع ده مش للشباب اكتر، بالعكس ده للاطفال. بالنسبه للاطفال بيتشدوا الموضوع الانيميشن او الكاركتر، يعني ان انت تكوني مغيره في ميك اب او حاجه ده بيشدهم بالذات. ان قعدنا نعمل سيرش والاطفال بيبقوا حابين. بالظبط، عملنا سيرش ايه اكتر حاجه، ايه اكتر مشاهدات بتشد الاطفال، وكانت الحاجات المجسده. وعشان كده جات لنا فكره السيشن. طبعا كابتن عبد الله صاحب الفكره الاول، واحنا بس يا دوبك ساعدناه في ان احنا ازاي كل واحد بفكره بسيطه ان احنا نعمل تيم ورك نوصل بيه المعلومه للاطفال وللشباب. بالظبط، يعني بالذات ان الفتره كانت صعبه، يعني عن طريق تجسيد دور مثلا ممكن بالزبط. نقول او عن طريق مثلا ان زي ما قلنا برضو كانت هنا شروق كانت مشاركه في الاورجنايزيشن. ففعلا دي حاجه عظيمه جدا. احنا كنا شويه ماسكين الايماجينيشن ان احنا ايه الاكتر يوصل للاطفال، بما اننا كنا اعمار مختلفه وفئات مختلفه، فقلنا يبقى تمام كلنا عملنا تيم ورك والافكار اللي اتفقنا عليها عملناها. بالذات اتفاجئنا ان السيشن ده جاب تقريبا 5 مليون مشاهده، فدي حاجه كانت انجاز ما كناش طبعا متوقعين كده. كنا حتى عاملينها حاجه بسيطه للناس اللي حوالينا، بس اتفاجئنا الحمد لله ان هي نجحت، ان هي سمعت جدا. بالزبط. ان فعلا احنا شفناها كتير قوي على السوشيال ميديا، يعني احنا واحنا بنقلب على السوشيال ميديا كنا بنشوف صور السيشن ده كتير جدا. وفعلا زي ما بقول ان الشباب نفسهم هم اللي يعملوا خطه توعويه
او خطه توعيه عامه، فده شيء عظيم جدا. بس انا عايزاكم بقى تكلموني عن الفكره اكتر، والفكره كانت ازاي وتاسست ازاي وجت من عند مين الاول؟ يعني عايزه يكون في تغطيه كبيره عن الفكره. حضرتك الفكره بدات من عند الكابتن عبد الله مصطفى بصراحه. تمام. ان احنا في الوقت ده يعني شفنا مخاطر فيروس كورونا على المستوى العالمي اصلا، فكان عايزين نعمل فكره توعيه، لان الناس كانت مش مصدقه الموضوع، مش مصدقه ان احنا في وضع خطر مثلا في البدايه. فالكابتن عبد الله مصطفى لما اتكلمنا وتحاورنا مع بعض احنا والتيم، حبينا ان احنا نوصل فكره التوعيه عشان خاطر المخاطر اللي بيجابها فيروس كورونا. يعني حاجات نبتدي ان احنا يعني نتلاشاها مثلا ونخلي بالنا. فكره توعيه بسيطه وسهله للناس، ان احنا في مشكله في فيروس كورونا، ان احنا عايزين نخلي بالنا. فكره التوعيه البسيطه، فكره ان احنا لما قدمنا برضو في السيشن ان احنا نتكاتف كلنا في الدوله، سواء يعني كشباب وكطالبات وكجامعات مصريه، ان احنا نتكاتف كلنا في المواجهه دي، ولازم يبقى عندنا علم كافي بالاخطار دي، ولازم كميه التوعيه اللي تبقى عندنا ان احنا نبقى واخدين لبالنا للحاجات اللي هتوصلنا ان احنا نعدي المرحله دي بالزبط. المرحله الخطره دي بالظبط، ان ما يكونش في ريسك مثلا ان احنا ندخل فيها. أيه. طب قولي لي يا شروق دلوقتي، عايز اعرف منك يعني ايه الرساله؟ انتوا دلوقتي قدمتوا رساله كانت يعني هي مبهمه بس في نفس الوقت كمان واضحه لناس كتير، بس انا عايز اعرف الرسائل او النصايح اللي انت تقدري ان انت توجهيها للشباب بحيث ان يكون في خطط احترازيه من فيروس كورونا. تمام. هو ممكن نقدر نقوله دلوقتي ان المفروض الاجراءات تكون بشكل مضاعف، لان الاول كنا بنبقى متواجدين في البيت فما فيش مشاكل، يعني الخطر بيبقى نسبته اقل، فلا احنا حاليا في فتره التعايش فده اصعب. المفروض ان انا حاليا بقيت وسط الفيروس نفسه، يعني انا مش عارف الخطر متواجد فين. يعني الاول كنا في البيت فما فيش مشاكل، يعني باي حاجه جايه لي من بره منتج او كده بعقمه وتمام. بالذات ان الاعراض دلوقتي بقت بتيجي بشكل مختلف خالص، ما بقتش ستاندر واحنا ماشيين عليه فعارفين ايه اللي ممكن يحصل يبان على الشخص ده، لا بقى الفيروس بيطور نفسه. تمام. فبقى الموضوع بيتغير فما بنبقاش عارفين ده حاجه فعلا ولا لا. ايوه. فلازم يبقى في وعي اكتر وفي مسؤوليه اكتر، ان انا ابقى مدرك ان انا مش هبقى خطر على نفسي بس. يعني بالظبط، ان احنا نخلي بالنا فعلا ان فيروس كورونا انت يعني الخطر اللي عندك مش بتاعك انت بس، لا ده ممكن يأذي كمان ناس كثيره جدا حواليك. وجد نورتني جدا في الفقره، ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني، وطبعا لسه هنكمل نشوف الشباب الجميله اللي عملت السيشن العظيم ده. ورجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم إن شاء الله عن فيروس كورونا تزامنا مع المرحلة الدراسية، مع فتح طبعا المدارس والجامعات. معنا مجموعة من شباب يعني خريجين تربية رياضية، معنا عبد الله أهلا وسهلا بيك، ومعنا منى فريد أهلا وسهلا بيكي، ومعنا حبيبي أهلا وسهلا بيكي. نسأل عبد الله نقول لك، أنت من سكان أنت يعني بتعيش في الصعيد، و يعني عاوزين نعرف يا ترى الفرق بين الاجراءات الوقائيه في الفيروس كورونا في الصعيد مقارنه بوجه بحري. طبعا انت عاصرت المكانين، فعاوزين نعرف المقارنه سريعه جدا، وايه الحاجات الاخطاء اللي بيعملوها في الصعيد مقارنه بوجه بحري. والله هو بص، فكره الصعيد طبعا غير وجه بحري خالص، لان الصعيد ما فيهوش زحمه، ما فيهوش مواصلات كتير جدا، ما فيهوش تكدس، ما فيهوش انشطه كتير جدا. فاحنا وجه بحري طبعا بالنسبه للمكان المفتوح بتاعه بيبقى طبعا في تكدس كتير جدا، بيبقى صعب تلم الموضوع بجانب الصعيد، انما وجه الصعيد برضه طبعا الفكر طبعا في حد ذاته بيفرق طبعا. الفكر طبعا طبعا فرق السماء من الارض طبعا جدا. فالصعيد حاجه وجه بحري حاجه. تمام. الصعيد لما تيجي تسيطر على المجموعه بيكون السيطر مثلا بشكل مبسط، بشكل جميل جدا، بتعرف تتحكم في الموضوع بجانب بقى وجه بحري. وجه بحري الدنيا مفتوحه جدا فيه، مثلا مواصلات كتير قوي، يعني بجانب حاجات كتير قوي فيه. تمام. بعد كده نرجع مره ثانيه ومعانا منى فريد الميك اب ارتست ما شاء الله المبدعه على حسب ما احنا بنسمع يعني. فعاوزين نعرف هو في السيشن اللي اتعرض في الفقره الاولى مع دكتوره هون كان ما شاء الله يعني لقينا ابداع بصراحه جدا يعني. ايوه كانت حاجه. عاوزين نعرف بخبرتك بقى الفيدباك، والشغل ده بياخد طبعا وقت كبير. ايوه طبعا، ومش اي حد يعمله، مش اي حد يعمل ميك اب الهالوين
تمام. ومش اي حد يعمل برضو ميك اب العرايس. تمام. فاهمني؟ فهو يعني هم بصراحه ابدعوا جدا يعني. قد ايه هم بالارت ده والفن ده قدروا يوصلوا لاصغر طفل انه يوضحوا فيروس كورونا أيوة. وان هو يقدر يمثل المشهد ده بشكل تصويري رائع يعني. ايوه لا هم بصراحه ابدعوا جدا ويعني كانت حاجه خياليه كده وحاجه حلوه جدا يعني اللي هم عملوه. عاوزين نصيحه منك لطلاب المدارس بقى. ايوه مش عايزين تجمع. ايوه مش عايزين تجمعات ولا بوس ولا احضان ولا اللي هو يبقى جنبه. ولو مثلا حد جاي له فيروس في قلب المدرسه ممكن مثلا نعمل فصل للحجر الصحي اللي هو مثلا اللي هو يعالجه. فاهمني؟ تمام. الالتزام برضو والوعي الكامل. حبيبه كان هناك دعوه قضائيه لايقاف الدراسه طبعا في المغرب وفي اكتر من دوله. قال لك احنا لازم نوقف الدراسه. فمثلا في قطر في اكتر من دوله حاليا خلاص الدراسه المفروض يعني معلقه. فعاوزين نعرف بعض الاعلاميين قال لك لو خاف عليه ابنك خبيه. لا هو ما ينفعش. احنا عاوزين نعرف انت شايف الوضع ايه. تمام. حضرتي من رايي انا ما ينفعش ان احنا ناجل الدراسه لمده اكبر من كده لان الحياه مستمره وما ينفعش نرجع نوقف البلد تاني على رجليها يعني. نرجع من الاول يعني مش هيبقى في وقت فراغ وهيبقى الجهل هيكتر. الجهل هيكتر وهيبقى في وقت فراغ كبير جدا للاطفال اللي عندنا. فان احنا نخبي اطفالنا عشان خايفين عليهم من الكورونا فده مش هينفع لانه اسلوبنا في التعامل مع التعايش مع الكورونا ده بقى امر واقع. عايزين نتعايش فعلا بقى امر واقع ولازم نتواصل بيه ونتعامل ان احنا موجودين خلاص وده كورونا موجوده. عبد الله نقدر نقول من خلال السيشن قد ايه انت يعني يعتبر عبرت عن بصمه وعن حاجه احنا كنا عاوزين نوضحها للطفل الصغير يعرف يعني ايه كورونا يعني ايه فيروس كورونا. قد ايه انت بالمشهد ده وزمايلك قد ايه شفنا دور الطبيب دور الجندي اللي هو يعتبر واقف بيساعد زيه زي اي حد في المجتمع. قد ايه فعلا السيشن ده كان رائع. ف الفيدباك بتاعك طبعا عن السيشن ده. هو السيشن ده بصراحه احنا عملناه كان مجرد صدفه دخلنا فيه اللي هو الطلبه اللي هو كان متعلق ما بين ان هو مش عارف يتخرج وبين فيروس كورونا. تمام. ودخلنا فيه جهود الجيش المصري في التعقيم وفي في الوقايات الاحترازيه كتير جدا. ودخلنا فيه مجهود الاطباء الجيش الابيض اللي هم بصراحه ابذلوا مجهود كبير جدا 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 في الفتره دي. فالفوتوسيشن حبينا ان يعني كتر الكلام في الموضوع ده يعني الكلام كتير قوي في الناس مش هتسمع له. فاحنا عملنا حاجه تلفت الانظار وفوتوسيشن جميل جدا يعني ما كناش نعرف انه هيكسر الدنيا بالمنظر ده بصراحه وبيترند على الفيسبوك واليوتيوب. وبقى حاجه مبهره بالنسبه للناس كتير. 17 مليون مشاهد واكتر من قناه استضافته. ايه اصلا كانت حاجه مبهره يعني للناس كلها بصراحه بالتوفيق للجميع يعني. فوتوسيشن مثلا يعني كمجرد صور مش هيكون مستحيل جدا زي ما يكون مثلا كلام او انا ما هقعد انصحك مثلا بيبقى كان فيروس كورونا. انا يقدر يوصل لجميع الاعمار وجميع الناس بكل الفئات. فانا لما اشوف مثلا حاجه قدامي جديده زي كده انا هعرف اشوفها يعني اقول مثلا ايه الجديد ده مين اللي ملون نفسه اخضر. طب هو ملون ليه نفسه اخضر. طب ليه في الجيش ليه في مثلا الجيش الابيض ليه ملبسين طلبه خريجه. كل ده متضامن مع الموضوع. تمام. في نهايه حلقتنا بنشكر طبعا ما شاء الله الفريق الرائع. يمكن ما خدناش وقت معاكم ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله طبعا ان شاء الله متعوده مره ثانيه. يعتبر نستمتع ان شاء الله بحبيبه ومنى وعبد الله وفريقهم الجامد. الله يكرمك يا رب. نصيحتي طبعا الاخيره للمشاهدين ولكل الفئات العمريه طبعا من المراحل الدراسيه ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه. فيروس كورونا ان شاء الله هينتهي واحنا كنا وعدنا في الحلقه الاولى انه هينتهي طبعا على نهايه شهر 9. حاليا طبعا الحالات يعتبر وصلت للصفر. فان شاء الله باذن الله مع بدايه 1/1/2021 نو كوفيد 19 ان شاء الله. وان شاء الله نشوفكم على خير. كان معكم دكتور خالد القاضي.